مساء الخير وصحة فطور كل من قاعد يشوف فينا. موضوع حلقتنا اليوم الحاسة السادسة. لربما تكون الحاسة السادسة هي ترجمة للواقع المحيط بنا، ترجمتنا لمشاعرنا، لأحاسيسنا وهواجسنا. وبالمعنى المختصر، لما يكون قلبك دليلك. أنا قلبي دليلي، قال لي هتحبي. أنا قلبي دليلي، قال لي هتحبي دايما. البعض فسرها على أنها مشاهد وصور وخبرات وتجارب لأحداث سابقة مرينا بها زمان، والبعض الآخر قال إن هي حدث عالي وتجميع التفاصيل. في حلقة اليوم حنحكوا أكثر عن الحاسة السادسة. نمرد وضارب علي وينمكي ونقري وبتاع تفاصيل وبشغل الحاسة السادسة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سهرية وصحة فطوركم. أهلا وسهلا بكم شباب وصحة فطوركم. صح فطورك لا، صح فطور نافس، صح فطور كل من قاعد يتابع فينا. خمس أيام شهر رمضان المبارك، قاعدين مستمرين معكم في سهرية بفقراتها وأجواء اللي قاعدين نقضوا فيها كل سهرة يوم في رمضان. أكيد، وبما أنها بداية الحلقة نحب نذكر المشاهدين أن اليوم هو الموعد للسحب على الجائزة الأسبوعية عمار، وهي عبارة عن هاتف سامسونج S22، لذلك يثبتوا تواجدهم وحضورهم معنا من خلال هاشتاج سهرية والمشاركة في حلقتنا لليوم وموضوعنا لليوم، واللي هو يحكي عن الحاسة السادسة زي ما قلنا في المقدمة عمار. سؤالنا اليوم، هل تآمنوا بالحاسة السادسة وهل تشوفوا في نفسكم عندكم الحاسة السادسة؟ شاركونا بآراءكم بخصوص هذا الموضوع على هاشتاج سهرية بالتيل مربوطة على تويتر وعلى الفيسبوك لايف. حلقتنا اليوم حيكون فيها مجموعة كبيرة من الألعاب، أنا حنكون في المطبخ بالإضافة لضيفتنا الفنانة والنجمة وسن اللي حتنضم لنا بعد الفاصل أو بعد شوية. أكيد، البعض يقول إن هي يسميها إن هي الحاسة السادسة، والبعض يسميها إن هي الحدث، والبعض الآخر يسميها الغريزة، ولكن الاسم الأكثر شيوعاً هو الحاسة السادسة. وللتعرف أكثر على الموضوع هذا خلينا نشوف التقرير هذا ونرجع. بالرغم من أن الحواس عرفت لدى الإنسان بالخمسة، ولكن في خضم ظروف الحياة أصبح الكثير منا يعتبر بأن هناك حاسة أخرى نمتلكها ولا نستخدمها تسمى بالحاسة السادسة، هي الخيط الرفيع الذي يربطنا بالعالم الآخر غير المنظور. الحديث عن الحاسة السادسة دائما يحمل معه نوع من الغموض والقصص الغريبة وفي أحيان أخرى المخيفة، فهناك عدد من الناس يؤكدون بأنهم عند تفكيرهم في شيء معين، سواء كان شيء مفرح أو سلبي أو مرعب، فإن هذا الشيء بعد فترة وجيزة يحدث معهم ويصبح أمرا واقع. ومجموعة أخرى من الناس تؤكد بأن أقاربهم أو أصدقائهم يملكون فعلا قوة خارقة ويتنبؤون الأشياء التي تحدث في حياتهم حتى قبل حدوثها. النقاش بين عامة الناس حول واقعية الحاسة السادسة يحمل تناقضات وأيضاً مسلمات عن وجودها، أما العلماء الذين تثير انتباههم الظواهر الخفية خصصوا جزءاً من أوقاتهم لدراستها والبحث عنها وعن أسبابها وتفسيراتها العلمية. العالم الألماني رودولف سينشنر هو أول من تناول ظاهرة الإدراك الحسي الخارق بدراسة جادة أوائل العشرينات، وصنفها إلى فروع الاستبصار والتنبؤ ونفاذ البصيرة وقراءة الأفكار والمشاعر وإدراك لمحات من الماضي والمستقبل. أغلب البشر يملكون الحاسة السادسة، هذا ما تقوله جيرتروت ميلدر أستاذة علم النفس بجامعة نيويورك، مؤكدة على أن هذه الحاسة تنشط في الشخص ذاته أحياناً وتصاب بالخمول أحياناً أخرى، وتكمن قوتها في صفاء الذهن واعتدال المزاج. في المجمل يعتقد البعض أن الحاسة السادسة لها علاقة كبيرة بالفراسة، ولا يعرف أحد إن كانت حقيقة فعلاً أم مجرد خيال ممزوج ببعض الأساطير الشعبية، وإن حضرت في شخص فهي ليست إرادية، قد تحضر لحظات وتغيب أيام وسنوات.
فعلا عمار زي ما قال التقرير، الجانب العلمي لموضوع الحاسة السادسة قبل ما نحن نبدو نحكو عليه وكل واحد يقول لنا هل عنده الحاسة السادسة ولا لا، وأكيد حتى المشاهدين يشاركونا. أخصائيين علم الاجتماع قالوا أن الموضوع ملش أي علاقة بالجانب الروحاني، هو عبارة بس يعني أنه يعتمد على كيف أنت تجمع معلومات بطريقة سريعة بأكبر عدد من المعلومات في وقت واحد، يعني زي كأنك تربط في الأحداث. أنت شن رأيك؟ أنا شوفي، إحنا اليوم جايين طبعا نقولوا أن هذا الموضوع موجود أو مش موجود، إحنا اليوم جايين ندرس زي لما نكونوا مقعنزين بينه وبين أصحابنا نحكوا في حاجة، أنا نآمن أنت بتآمنيش، حاجات زي هيك. أنا نشوف أن كل أو مش كل، بنسبة كبيرة من الناس أو البشر عندهم قدرات، كل حد عنده قدرة بتختلف عن الثاني، ممكن تكون ضايعة مش مكتشفها. أو في علم الطاقة يقولك لما الإنسان يكون مرتاح الذهن زي ما نتكرر في التقرير، باله صافي، في عمر معين يبدأ عنده قدرة معينة. ممكن في ناس عندها قدرة الإقناع، في أشخاص مش متدربين على إقناع الآخرين، لكن لما يجي يحكي مع أي حد يقدر يقنعه. فهذه يعني نعتبر فيها من ممكن طبعاً تكون قدرة تندرج أو تحت يعني. الحاسة السادسة في بعض الأشخاص اللي يحسوا مثلاً بالحاجة قبل ما تصير، أنا ما عنديش أحيان نحس بالحاجة قبل ما تصير، لكن نحس بالأشخاص، في أشخاص معينة أول يوم نشوفها رغم ما زال ما درتش أي شيء غلط نحس إن هي أشخاص سيئة. يعني هذا كويسة ما نعرفهاش، هذا ذكاء اجتماعي يعني. حلو حلو إن الإنسان يكون عنده ذكاء اجتماعي يعني. بالضبط هيك نحس رغم من هيك الفايبس متاع الشخص نحس بي. طيب شاركونا انتم اراءكم بخصوص هذا الموضوع. نبدو نقرا شو رايك تويتر؟ طيب نبدو نقرا، ناخذ تويتر وفيسبوك، حنشوف انا شويه تعليقات على تويتر. ونذكروا المشاهدين ان اليوم مش حيكون في سحب على الجوائز الفوريه اللي هي كروت الرصيد، ولان حيكون عندنا سحب على الجائزه الاسبوعيه اللي هي هاتف سامسونج S21، والاجابه تكون على سؤال له علاقه بمسلسل السيره العامريه. خليني نذكركم به، هو ما علاقه تاريخ 24 ديسمبر عام 1951 بعائلة بن عامر؟ طبعا الإجابة هذه حيعرفوها بس اللي تفرجوا على مسلسل السيرة العامرية. ويلا نبدو نقرأ تعليقاتنا. أكرم البركي على التويتر يقول أعتقد أنها هبة من عند الله، وبدت معي من صغري وحاليا تطورت بشكل كبير لدرجة بديت معروف في العائلة أني نحس بالشيء قبل ما يصير. مدري ديسة تقول صحة فطوركم. بالنسبة للسؤال عندي حساسات، سنقدر نعرف شخص من أول نظرة ناوي الخير ولا الشر؟ سبحان الله كأنه من قبل شايفاته أو شايف الشخص وعارفاته. أسيرة الصمت تقول قد ينكسر في النفس شيء لا يجبره ألف اعتذار، يعني هذه خاطرة ممكن. تقول صحة فطوركم كلكم. مدري ديسة تقول ما يحلى رمضان إلا بكم. إلى الفيسبوك عندنا شوشو اي ال قالت نورت وسهرية، قالت نوركم. أنا من الناس اللي عندي الحاسة السادسة، واللي نحس به ونتوقع به إنه هو حيصير فعلا يصير، مش دائما ولكن في الأغلب. سبحان الله. قالت ميمي قالت منورين شباب كيف حالكم اليوم. هاجر قالت صحة فطوركم. والمشاهدين زعلانين إن ما فيش كروت اليوم، بس أنا نحس إن الشيء هذا حافز عشان يفوزوا بالجائزة الكبرى أكيد. ربا قالت أني نؤمن بالحاسة السادسة لكن أنا ما عنديش، يعني شو رايك ننتقلوا لخنافس نشوفوا من عنده الحاسه السادسه تضرب؟ اكيد في كل واحد عنده حاسه مختلفه، احنا كل واحد عنده حاسه مختلفه معناها. احنا فما شكون خلف الحاسه الاولانيه ما يستعملهمش، يستعمل كان الحاسه السادسه. ما منعرفش كل واحد، احنا ما يقولوا الخنافس انهم يعرفوا العباد شنو تحب تسمع معناها. اوكي يقولوا يعني تدخلوا الامكان تفهم الفايبس نتاع الامكان او الناس اللي حاضرين ممكن هكا، ما هذيك يقولوا علينا هكا عن الحاسه هذيك. الحاسه هذيك. طيب من ثاني حب يشارك من خنافس؟ ما عنديش حواس. عنده كل نص شعار خنفوز به. يعطيكم الصحه. عمار اليوم نحن ضيفتنا يعني فنانه بديت مشوارها من جديد، فنانه صاعده، اكيد نتمنى كل التوفيق. شو رايك نشوفوا تقرير تعريفي عن ضيفتنا اليوم وبعدين نرجع؟ يلا. انسي الماضي
انطلاقة قوية نحو الشهرة والنجومية من أغنيتها الأولى. بهيكي نقدر نوصف البداية الفنية للمغنية الليبية الشابة وسن صاحبة أغنية لا ما نسيت. العشرة وانسوني من العشرة ومكروني في الغرق يحبوا يشوفوني ولا ما نسيت لما نادي. وسن قدرت تحقق انتشار كبير في وقت قصير بعد طرحها لعملها الغنائي الأول واللي تخطى 2 مليون مشاهدة بعد شهرين من تنزيلها على قناتها الرسمية على اليوتيوب. ندعو عليهم ونتشكى في ليل دموع سلا. نجاح الأغنية انعكس على حساباتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، فزادت نسبة متابعتها على انستغرام ووصل عدد متابعيها لأعتاب 150 ألف متابع. أما قناتها الرسمية على اليوتيوب فتخطى عدد المشتركين فيها 31 ألف مشترك. كونوا سندي ودوايا يكونوا الفرح في بكايا. تستعد حاليا وسن رفقة شريكة النجاح رنا سالم اللي كتبت كلمات أغنية لا ما نسيت، تستعد إلى تجهيز عمل جديد حيكون مفاجأة لكل متابعيها. قالي موت لزعلك يفكر. أهلا أهلا أنستينا، أهلا وبيك. اهلا وسهلا بك يا وسن، وصحة فطورك، نورتينا اليوم. فطورك الله ينورك. وسن احكي لنا على روتينك في رمضان، يعني خلينا نبدا بشويه بشويه نسخنه. والله في رمضان كلها عباره على عادي، يعني نوض ساعات امي في الكوزينه. ساعة كم تنوضي؟ والله حوالي الساعه 3 الظهر. يعني ما زالت شوي. أنا 12 نضعت بالفاعة متأخرة. وزن انطلاقة قوية بصراحة، 2 مليون ونص في شهرين. الحمد لله. وأول عمل توقعتي وأنت تخدمي في العمل لا ما نسيت أن توصل للرقم هذا بصراحة؟ إيه. كنتي مؤمنة بالفكرة يعني بالانطلاقة؟ يعني حتى يعني بجديات يعني اللي سجل الأغنية كان يقول لي أن في شهر هتوصل 100,000 بس. قولها هتوصل مليون. قولي لا هتوصل 100,000، نقولها لا أنا متأكدة هتوصل مليون. طيب شن السبب، يعني شن السر وراء الوصول ما شاء الله الانتشار الواسع؟ يعني صدرت الترند لفترة طويلة، احتلت قائمة الأغاني الأكثر استماع في ليبيا، مش بس في ليبيا إنه حتى في تونس تقريبا وكم مكان ثاني، يعني صح. انتشارها كان أوسع. شن السر يعني برأيك؟ والله شو بنقول لك، هم اكيد حبوها الناس، يعني هذا اول يعني لي سبب في السر، فهمتي؟ قاعدوا اكيد باستمرار يسمعوا فيها باستمرار، فهمتي؟ فاكيد هذا لي دور كبير بالنجاح. حلو 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 بالكل. والدور شركه الانتاج في اختيار العمل، ولا كنت انت المسؤوله على كل شيء؟ يعني تفاصيله. لا انا المسؤوله على كل شيء. كل شيء كنت انت مسؤوله عليه. طيب هذا يحطك في حافز ان العمل الجاي يكون اقوى، صح؟ اكيد. خايفه ان التجربه الثانيه يعني لازم تكون في مستوى او اقوى ولا؟ بالعكس، متاكده ان الثانيه هتنجح اكثر من الاولى. معنا عندك حاسه سادسه. معنا عندها حاسه سادسه. شفت واحد من البث المباشر حكيتي عن كلمات، يعني خشيتي في تحدي وحكيتي عن كلمات اغنيه، احكي لنا هيك كم 218 حصريا، اعطينا فكره بسيطه عنها. يعني اكيد ما نبوكش تحرقي العمل، ولكن نبوكي تعلني من خلال 218 عن تفاصيل بسيطه يعني نشوق المشاهد اكثر. والله شوفي العمل هو على الحب. تمام. او فرفوشك العمل، فرفشه اكثر. حلو. فهمتي؟ بالعكس هيعجبهم هلبا العمل. وحتى فكرة الفيديو يعني هتكون بإمكانيات أقوى من الأولى. وهيكون في جو جديد، يعني تقدر تقولي ما فيش بنت دارتها من قبل. جميل جميل. أكيد نحن حنكونوا من أول المشجعين بإذن الله لك من خلال 218. قبل ما نسألوك على الحاسة السادسة في استطلاع للرأي، حنسأل الشارع وبعدها حنرجع ونسألوك. خليك معنا. الحاسة السادسة عندي مش في المواقف أو في المواضيع اللي بيصير، في إحساسي بالناس، يعني نحس بالشخص أنه هو سيء فتطلع أنه هو سيء صح، أو نحس به أنه هو كويس ويعني إنسان ممتاز يطلع بنسبة 90%. فالحاسة السادسة هذه يعني نستعمل فيها واجد في تعاملي مع الناس مش في المواقف. الحاسة السادسة هذا يسألوا عليه الناس الدين، طبعا كل واحد يصنف فيها شكل الحاسة السادسة، لكن هي الأغلبية
فهموا ان هي يتفق قصدي عليه ان هي حاسه التوقع شيء قبل ما يصير. طبعا بالنسبه لي عندي نعتبر الحاسه دي نعتبر نفسي ان عندي الحاسه دي اني حاجات واجده يعني نحلل فيها قبل ما تصير ونتوقع ان هي تصير يعني في المستقبل. رجعنا لكم من بعد هذا الاستطلاع وتوا حكولي انهم حابين يفرحوا المشاهدين اللي قالوا ليش ما فيش كروت اليوم، وحنقولوا ان شاء الله في كروت زي العاده، يعني حتشاركوا بهاشتاج سهريه عبر فيسبوك وتويتر عشان يكون في سحب عشوائي في اي لحظه. عمار بالضبط، وسن تامني بالحاسه السادسه وانت من الاشخاص اللي تحسي في نفسك عندك الحاسه السادسه، طيب احكي لنا عليها شنو هي، شنو غير انك تزبطي في الاغاني اللي حتضرب اللي مش حتضرب. والله شوف، لا في هلبة امور، انا انسانه نحب نجمع الاحداث اكثر، فهمت؟ فممكن بسبب ان تكون حاسه سادسه، لان بجديات في هلبة حاجات نقعد نفكر فيها بيني وبين عقلي، ففي النهايه تطلع صح. وامي يعني عندها نفس الشيء، وامي اقوى مني مثلا. طيب احكي لنا موقف مثلا صار معك بخصوص الحاسه السادسه. مواقف مثلا، حاجه مثلا هيك وين تاكدتي قلتي بجديات انا عندي حاسه سادسه؟ انه كلنا مرات بنحس والله اعتقد ان ما هوش باش يردوا علي في الشغل، اعتقد انك وتصير، لكن في حاجات كبيره تصير معنا نتاكد ونقولوا هم في حاجه ما تستحضركش حاجه توا. ما فيش ببالي حاجه معينه. طيب حرقوا شوية تعليقات. طيب بس بدنا نسألها سؤال عن الحاسة السادسة. نحن دايرين مسابقة اليوم، واللي حيفوز حيفوز بهاتف من سامسونج. بما أن عندك الحاسة السادسة، شاركينا، حاسة أن اللي حيفوز بالجائزة شاب ولا بنت؟ والله شو بنقول لك، في حدات في القصة شن قالت؟ قلت لك الحاجات هذه مش يعني توقعات مثلا، لا اتوقع لعبه، هي لعبه يعني نتوقع. انا دائما نميل للبنات اكثر. طيب معناها وسن قالت تتوقع ان هي تفوز بنت، يعني ان شاء الله تفوز بنت او ولد، اكيد كلهم مبروك عليهم. حنقرا شويه تعليقات من تويتر وفيسبوك على السريع بحيث ما نحبوش نزعلوا الناس اليوم. أحمد يقول الحاسة السادسة هي توقع الأشياء قبل حدوثها والشعور بها، إدراك ما لا يدركه الآخرين، رؤية ما لا يراه الآخرين، ليست سوى منحة ربانية يهبها الله عز وجل لمن يشاء من عباده. في عندنا أيضا مدفون يقول أن الحاسة السادسة عندي تكون في المواقف، سلامة القلب نورين اليوم، وابراهيم يقول منورين. تعليقات اللي على الفيسبوك كلهم يسلموا عليك وسن وقالوا لك منورتينا وحضور يعني طلعه حلوه قالوا لك. حبيبتي. طيب نحن مشاهدينا ما زلنا مستمرين في فقراتنا وفي العابنا اليوم، حناخذ فاصل صغير مع كنافس وبعدها نرجع. عمر شو بتسمعونا؟ Wonderful World. يلا. I see trees of green, red roses too, and I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dawn, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty, and the sky are also other faces of women going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I want them grow and learn much more than I ever know, and I think to myself,
myself. Oh, I don't want to fool you. Oh, oh yes, I think to myself. مستمرين معكم في سهرية اليوم مع ضيفتنا وسن. وسن حنسألك المرة هذه على أجواء رمضان. أنت عشتي رمضان في تونس قبل؟ في تونس وتركيا؟ تركيا وأي أيهم تفضلي أو وين حسيتي أجواء رمضان؟ أو ليبيا، حتى ليبيا معهم أو في كل الدول اللي عشتي فيهم رمضان؟ بالعكس هو في ليبيا أحلى. ليبيا أحلى صح؟ شن نقلي لنا الأجواء لأن زمان على رمضان في ليبيا. في ليبيا والله شو بنقول لك، اجواء رمضان في ليبيا يعني هم شوفي تو زي تونس زي تركيا يسكروا في الليل، عرفتي؟ حتى تركيا يسكروا؟ ايه انا اتخيل في تركيا زي مصر. لا 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 بالعكس. والفتره اللي فاتت انا في مصر لحقت على اليومات الاولى بتاع رمضان في مصر. ما نعرفش، انا حسيتها مش زي اللي زي ما يهدرزوا عليه رمضان في مصر يعني. ما نعرفش يقولوا احلى رمضان في مصر، احلى رمضان في مصر، انا ما حسيتش هيك. بالعكس أنا اللي يعجب فيها في ليبيا السهريات، سواء في الحياش ولا في الشارع ولا صح في القهوة، عندنا الساعة 4 الدنيا زحمة. تحس أن الحياة أصلاً تبدأ بعد الفطور. إيه صح، نحن قبل الفطور ما تدوريناش، بس بعد الفطور الطلعات، الحركة في الشارع، الزيارات، اللمات. صح. فبصراحة في أجواء رمضانية حلوة. وعلى سيرة الأجواء الرمضانية الحلوة، أعمال صيانة وترميم تشهدها المدينة القديمة في طرابلس بعد سنوات من الإهمال والتخريب. كاميرا 218 حتاخذنا في جولة في أزقة المدينة القديمة في طرابلس ونشوف الأجواء الرمضانية فيها. الله يبارك. بالنسبة للمدينة القديمة طبعاً ديما أجواء ممتازة، فهمت؟ لكن السنة هذه من فترة الأخيرة وشبابنا معنا، أولادنا صغار الغزاوي وأولاد مدينة قديمة يعني، فهمتها كيف؟ ولا قايمين بالواجب صراحة، مجهودات الله يبارك، فهمتني؟ مناظر، خدمة يعني، حاجة ملموسة والله يبارك يعني، تشبح فيها الأجواء وتقدر تدير دورة وتصور جو ما كانش فيه في 42 عام قبل. عمره ما رناه الجو هو 42 عام يا مات القدافي، عمره ما دار وحتى حاجة من الحاجات اللي توه قاعدين يديروا فيها أولاد شارعنا ويديروا فيها أولاد المنطقة صراحة. المدينة القديمة ما شاء الله، الحاجات الجديدة اللي صارت تمام، كل شيء تمام، بس في حاجات قديمة ما شفناهاش، لأن الناس متاعها مش موجودة، ففي قلة من الناس عندهم لعبات قديمة متاع ششباني ويا قني قني والحاجات الزهدية، فما في حد. وهذه نبغاها هنا في رمضان، كانت من زمان في شارع كوستوفار هنا وشارع سيدي عمران، إنها في الليل تطلع الناس كلها، اللي لابس زي الطليان واللي لابس الليبي، ونديروا في مهرجان هيك حلو. بس السنة هذه حركات كويسة، بس مش هي اللي نبغاها يعني، في خير في خير منها، لكن دوت ان المطوات والوحدة دي الناس صغيرين، وحوسه نتاع مش بتاع المطوات، الشارع نتاع الرجلين اللي بنمشي على رجلينا، تشوفوا الناس في بعضها يهددوا مع بعضهم، يكلموا بعضهم، خير من الحوسه اللي يعني نشوف فيها وخايفين المطوات يضربوا الناس. لكن في الجمله انها كويسه، وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله.
إنما زدت فترة وتعرضت لشوية دمار بهي. لماذا؟ لأن سكنوا فيها ناس ممكن مش من أهل الأصليين، ما كانش يحسوا بها، وكانت يعني الشوارع والأزقة وكذا يعني تعرضت للأوساخ وللأهمال واللي في صح حتى إزالة من ذاتها المبنى. فهمت كيف؟ بالنسبة للأجواء المدينة القديمة لحد نهاية السبعينات أو قولوا لبداية الثمانينات كانت فيها سكان وكانت معقولة أجواءها حلوة يعني، حتى المكينة المدينة نظيفة، وكانت الحاجات التجارية نشطة فيها، وكانت المباني التعليمية تخدم، كل شيء كان يعني كويس يعني منتج، حتى الناس شعبيا يعني واجتماعيا كانوا يعني مترابطين. باش نقول لك رجعت زي زمان يعني 100% لا، لكن الكمال يبدا بخطوه، رغم ان التعديلات في المدينه القديمه النشاط واضح، العمل فيها تو بفضل الجهاز بتاع المدينه القديمه. كما شاهدنا وإياكم عودة إحياء الزمن القديم في العهد الجديد بعد مساهمة أهالي المدينة القديمة في صيانتها وتزيينها بأجواء رمضانية التي جعلت لها طعم جديد لسكانها وضيوفها. لميتين 18 مبكر السوسي من داخل شوارع المدينة القديمة طرابلس. فعلا خطوة في ممتازة وفي محلها عمار يقوم بها جهاز تطوير المدينة القديمة أكيد وبجهود الأهالي. لازم نعرفوا أن حماية التراث العمراني والتفاصيل القديمة المتعلقة بتراثنا وهويتنا هي مسؤوليتنا كلنا أكيد. شريكة نرجع لموضوع الحلقة ونحكو كل حد يحكي لنا مثلا موقف معنا خنافس على شيء موقف صار لكم واستخدمتوا فيه الحاسة السادسة، يعني لما صار قلتوا أنا تخيلت أنا كنت عارف من الأول. نبدو بك عمار. الحق ما فيش ما نقدرش نتذكر توا حاجة بالضبط بتاع صارت معي حاسة، بس قلت لك الأشخاص في أشخاص كي لما تلاقي معهم أول مرة يخطعوا الكل اللي حواليك أو كل معنا مثلا نكونوا مجموعة تعرفوا على حد وحد جديد معنا الكل ينخدع فيه بأول لقاء، نحكي هذا الانطباع الأول. أنا ما نحبش طبعا، هو غلط الإنسان ياخذ انطباع من أول لقاء على الأشخاص، بس أنا نبدأ حاس من داخل أن الإنسان أو الإنسانة هذه ما هيش زي ما هي تظهر. سلفني الحاسة هذه لو سمحت. والله حتى وليد قال صح عمار صح، لأن عندي الحاجة هذه. فهذه هلبرة ويبدأ الإنسان ملاك وراه ما دارش ولا حاجة غلط، راه هو غلط، نبدأ من داخل شوي شوي نحس بعدين يطلع هذه واحدة من الحاجات. أنت وسن؟ والله شو بنقول لك، مواقف مثلا شو بنقول لك من مواقف، ما نتفكرش موقف يعني، لأن قصدي الحاجة هي ديما معي، فهمتي عليا؟ وبالأخص نحسها قوية فيها أمتى؟ لما نقعد نجمع في الأحداث أكثر يعني، فهمتي كيف؟ تعرفي ان احساسك فعلا بالضبط في مكانه دليلك يعني. بالضبط يعني انت شكك في لما تشكي في حاجه تطلع صح، تبدي تلودي عليها تلودي عليها للنهايه. مرات حتى ناكل على راسي عادي بعدين باش تو انا بعد من النوع اللي تسمعي للشك بتاعك او لقلبك لما تشكي في حاجه، ولا لا تكذبي روحك وبعدين لا لا نكذب روحي لعند ما ناكل على راسي بعدين فعلا هي لانك شوكي انت نبي نحكي عليها. ما نحسش ان انا عندي باهي بس نظبط الشيء نفطن لب وبعدين نقول لا الا تهيالك الاحساس للمنطق يقول كذا بعدها زي ما قلتي وسن تجي على راسي يقول يا ريتني من الاول تقعد تعمي في عيونك
صح صح. مشاهدينا نحن ما زلنا مستنين كل تعليقاتكم وارائكم حول الموضوع هذا، ونذكركم ان نحن حيكونوا معنا فائزين بطريقه عشوائيه عمار من خلال التعليقات بهاشتاج سهريه عن موضوع حلقتنا اليوم، سواء عن فيسبوك او على تويتر. وايضا نذكروهم بالجائزه الاسبوعيه اللي هي هاتف سامسونج اس 21. شو رايك عمار نقرو تعليقات؟ يلا نقرو تعليقات قبل ما نمشي للعبه نيختر. حنقرا شويه تعليقات على السريع. تاخذي فيسبوك ولا تويتر؟ حناخذ تويتر من بدري وانت تقرا في تويتر عمار. اوكي يعني حنمشي للفيسبوك. أحمد المجبري يقول تحية كبيرة لي وسنة، أنا من أشد المعجبين بعملك الأخير. أيضا مفتاح يقول يا رب نفوز. الياز يقول يا رب نفوز. ميمي تحية لي وسن. كرامتي وعزة نفسي تقول إن شاء الله نفوز. شكله كل ما نجد موضوع الجوائز تبدأ كلها أدعية معنا فائز. يلا أسحب عليه عمار. أوكي حناخده من تويتر ولا فيسبوك؟ وسن ناخده من فيسبوك ولا تويتر؟ من الفيسبوك. من الفيسبوك يلا. اوكي محمد القبايلي قال منورين وان شاء الله نربح. وفعلا نربح. محمد القبايلي حنبعث لك، حندير لك لايك وابعث لي رساله على الخاص عشان انا ابعث لك الكرت اللي هو 30 مدار. انا حنقدر نقرا شوي على تويتر. ماد فان قالت منوره وسن. عايشه قالت انا الفائزه باذن الله ان شاء الله تفوزي معانا. جهاد الزياد قال فعلا رمضان في ليبيا غير. برضو سندس باندا قالت رمضان في ليبيا ملش مثيل، من احلى الاجواء اللي ممكن تشوفها في اي دوله ثانيه، خاصه لما مع الاصحاب والاهل والدهوير في الليل. صدقتي بصراحه. صحيح. حنمشوا مع بعض للعبه شن يخطر. او شن تخطر اللعبه هذه وسن طبعا حتطلع لنا صوره او حاجه. مثلا في حلقه من حلقات طلعتنا صوره محمد حسن ويعطيك مجموعه مربعات، كل مربع فيه الحرف الاول من الحاجه اللي ترتبط بمحمد حسن. مثلا كان في حرف الخاء خيمه، مثلا كان في اول حرف من واحده من اغانيه، فحتطلع لنا حاجه. مثلا ايطاليا كان في حرف الباب، مثلا بيتزا باستا، فحنلعبوها مع بعض. يلا نشوف الصوره الاولى شنو هي. لما نقول لك البرازيل شنو يخطر؟ حرف الكاف شنو يخطر وسن؟ انت اهتم لي لولا برازيل يغسل شوكي خنافس. لا كورة. 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 خنافس كورة. كرة القدم. كورة. كرة القدم. اوكي شوفوا تويتر وفيسبوك ولا نمشي طول ال يلا هنشوفوا على السريع تويتر اللي علقوا. اوكي في عندنا انا ما زال ما عنديش في اللي قال كاسيميرو. كاسيميرو. لا غلط. بعدين ماد فان قال كورة ووجدان قال كورة. أوكي ورينا شنو هي وليد. أكيد كورة. يلا هلا أنت حتاخذي الثانية. احكي لي شنو هي لأني مش فيها. الثانية حرف ال الراء. راء برازيل راء. ريو دي جانيرو. غششني عمار. سمونك ريو دي جانيرو. اوكي اللي قالوها هم. لما تصفيقه كنترول موسيقى حاجه. اوكي روبرتو كارلوس قالوا لك. روبرتو كارلوس. يس. خلينا نشوفه كنترول مخرج. رقصة الصامبا. اوكي بس ريو دي جانيرو صح برازيل. اوكي حنمشوا للحرف الغاء. غاء. هذه ليكم خنافس. بما انكم تغششوا فينا تغششوا فينا. ايه اوكي بس اعطونا افكت مخرج. شنو في بالك؟ هذا ما حرف الغين تماما. يلا ورونا شطارتكم خنافس حرف الغين. اي ها؟ غربة. غربة. شوفوا تويتر وفيسبوك. يلا نشوف. وانا المفروض نجاوب لاني بحكم اني عشت سنتين في البرازيل. بس حرف الغاء ما هم في البرازيل ينطقوا حرف الغاء. محمد طيب حرف الغاء برازيل. اوكي حنشوفوا على حتى تويتر ما فيش كاتبين غناء. غيو غيو دي جميل. غناء. اوكي غناء. ما عرفتوا ما عرفناش صح؟ لا. يلا. غابات امازون. 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 ايه. امازون.
اوكي حنمشوا لاخر حاجه اللي هي حرف القاف. قهوه. قهوه. اوكي يلا طلع لنا مخرج. قهوه البن البرازيلي. طبعا في حاجه في معلومه عن البرازيل، في البنات تحسب ان تمشي البرازيل في الشوارع تلقى الكوره في كل مكان، هذا غير صحيح، هذا تم الترويج لي. نحكي على مثلا ساو باولو، برازيليا العاصمه، في الاحياء الفقيره اللي ما يخشولهاش الناس العاديه ممكن، اللي هي خطيره اصلا، بس في الشوارع العاديه تلقى رياضات ثانيه، تلقى السكيت بورد، تلقى الكذا، تلقى الستريت ارت، الدانس الكذا، بس ما تلقيش كره قدم في الشوارع زي ما احنا نشوفها زمان في المسلسلات والافلام وروجوا لها. نمشوا للي بعد. اوكي لما نقول لكم فرنسا شنو يخطر؟ سهلة. شنو يخطر؟ نور. حرف الشين. حرف الشين. شارع الشانزليزيه. مزبوط. تعطيها لنا مخرج وليد. ايوه شارع الشانزليزيه مزبوط. حرف النون. نور. 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 نور ديما في فرنسا. نور عاصمة الأنوار. خلاص نور متفقوا عليها. نور. يلا نشوفوا شنو هي. نابليون. مش بعد. كيف نور؟ نابليون بونابرت. نمشوا لآخر للحرف الميم. ماكرون. مارغريتا. مونمارتر. مثلا شنو عندك فكرة على حرف الميم؟ حرف الميم فرنسا. لا مولان روج. يس ممكن صح. موناليزا صح. غابت علينا هذه. غابت علينا. نمشوا لاخر حاجه اللي هي حرف الباء. برج ايفل. واضح. باريس. او باريس. باريس صح. شوفوا شنو هي. برج ايفل. في ما زالت عندنا صوره. هذه هم صور اليوم. حنقروا اخر تعليقات على فيسبوك وتويتر على السريع، بعدها اكيد حنحكوا شويه مع ضيفتنا. اخر حاجه هنادي كانت تقول برج ايفل، اريج موناليزا، مدريديستا برج ايفل، عمر باريس، زبير قال برودو على حرف الباء. في اللي قال ماكرون زي خنافس، وهذه كانت على تويتر. على فيسبوك الشباب قالوا لك نحن نشجع فيك يا وسن ودائما مشجعين وداعمين لك. ليلى قالت احلى الاء وعمار واحلى قنافس منورين شاشه 218. ربي يحفظك مخاطر نفوز معك. لاحظت ان على الفيس ما فيش اجابات واجد على الاسئله، بس قالين برج ايفل برج ايفل برج ايفل. صح صح. حلو حلو. اكيد نذكروه مره ثانيه بالجوائز اللي حتكون بعد شويه. وسن ديما احنا لما يكون في عنصر نسائي سواء في الغناء أو في التمثيل في ليبيا نفرحوا، وديما نحاول نوصلوا من خلالهم رسالة للبنات التانيات اللي عندهم فن، اللي عندهم حاجة يقدموها ولكن مترددات أو شوية ممكن خايفات من المجتمع. فقبل ما تخوضي تجربة الغناء كان في الخوف هذا ولا لا؟ أو قبل ما تخوضي تجربتك الأولى في ما كانش عندك الخوف؟ لا لا ما كانش عندي خوف من نمارس الشيء هذا، بالعكس. لا هو دائما الانسان لما يكون مؤمن بنفسه ومؤمن بفكرته هو هدف. بالضبط هدف. يعني تحط هدفك قدامك ولو بعد حين يعني هتوصل له هتوصل له. فهمت؟ ننصح اي وحده ان هي عندها موهبه سواء في اي شيء في اي شيء يعني تحط الهدف قدام عيونها وتستمر في الشيء اللي تدير فيه، لانها معلش يعني احنا مجتمع هيك ولا هيك فينا القالوا القيل فينا القالوا القيل يعني هيك ولا هيك هيدوا هيدوا هيقولوا هيقولوا بجديات. يعني هذا اللي اكتشفته أنا وقاعدة نكتشف فيه. فبالعكس أي واحدة تستمر في المجال اللي هي تدير فيه وكان ما بدتش تبدأ تحط هدف قدامها وهتوصل وهتنجح، تخلي عندها إيمان قوي إن هي هتنجح. والحلم هذا كان موجود عندك من قبل؟ من الصغر. من الصغر. وتحسي في روحك تأخرتي عليه ولا هذا وقتها؟ والله شوف عادي يعني لا حسيت ما تاخرت ولا ما تاخرتش يعني بيني وبين. فهمت؟ ايه مقدر له انه يكون في الوقت هذا. بالضبط. شو رايكم نحكوا على موضوع جانبي شويه؟ هو سؤال حنطرحه عليكم ونبدا بوسن. وسن هل انت مستمع جيد او بس تحبي تحكي؟ يعني انت تحبي تسمعي اكثر الناس اللي تحبي تحكي اكثر ولا تسمعي اكثر؟ لا انا والله زوز.
يعني لو في أمتهكي وأمتهكي. شوفي شو بنقول لك، هو أي حد عنده أعصاب فهمتي، لما نلقى اللي قدامي مش في المستوى متاع النقاش فبصراحة نتعصب ونخرب الدنيا تقدر تقولي، ما نخليش يتكلم. طيب حلو، أنا أحس بروحي إن أنا مستمع جيد، مش دائما نحكي. مستمع أكثر على الأسف. قصيتها. بس فيك تسمعي أكثر ما تحكي. طيب حلو. والله. حلو إنك حاس يعني الشيء هذا، وأنت عمار. والله يعني في ناس نسمع لها أكثر، في ناس نسمع لها لأن نساير فيها أصلاً، ما بديش نحكي، ما بديش نحكي معاها، فهمتوا؟ فنبدأ نسمع، هم يسحبوني يعني نسمع لأن بالي واسع، يعني مش بالي واسع، أنا بدي أصلاً في عقلي في حاجة ثانية ومخليهم يحكوا، فما بديش نحرجهم أو كذا. وفي لما نحكي أنت نحكي هلبة، لما نبدأ أنا متدمر من حاجة ولا متعصب من حاجة ويبدأ اللي قدامي أعصابها باردة، نبدأ طيب خلينا نفس، شن رأيكم في الموضوع؟ شكون فيكم اللي يحكي أكثر وشكون فيكم اللي يسمع أكثر؟ أنا أكثر واحد يسمع هيثم. واضح هاي. هيثم يسمع. وكلكم تحكي. وعنا حسني أكثر واحد يتكلم. وأنت عمر؟ أنا لا نسمع لا نتكلم. مرة نتكلم. لكن هي هيك خير. هيك خير يعني تكوني تسمعي أكثر ما تتكلمي خير. أفضل إيه. صح، وحتى انا نتنرفز من لقطة انه يقعد الشخص اللي قدامي بارد النقاش بارد، هو يمس الموضوع حتى حركة. هو نقول تحرك دير لقطة دير حاجة مفيش فايدة صح. خلينا نسأل الناس على يلا نسأل الناس على الموضوع هذا، هل انت مستمعين جيدين ام متحدثين؟ بالضبط، اكتبوا لنا ناس بتسمعوا اكثر ولا تتكلموا اكثر باش نشوفوا نسبة الاشخاص اللي معنا على تويتر. عمر يقول وسن منور الشاشة، وجدان محمد يقول تحياتي للفنانة وسن حبيبتي. محمود يقول حاسة السادسة لها علاقة بالقلب والروح. أبو إبراهيم يقول إن شاء الله نفوز معاكم. وجدان تقول أني نسمع أكثر. أحمد يقول أني نتكلم أكثر. شوفوا الفيسبوك، يلا نشوفوا الفيسبوك، كنت نحسبك تشوف الفيسبوك وانا العكس، حنخشوا توا على بس ما زالت تروح هلبر على تويتر. كانت تبي تقريب تويتر حنشوف شو. اسراء قالت نتكلم ودوتي هلبة. عائشة قالت مستمعة أكثر من متحدثة الحق. سعد قال أنا مستمع أكثر لأنك كان حكيت معش نسكت برضو وجهة نظر. أنوار قالت أنا الاثنين. كوكو قالت نسمع أكثر. أميرة قالت نسمع أكثر. أم محمد قالت نسمع ونهز راسي بمعنى كمل راح كلامك في الهواء لأن الموضوع ميخصنيش. طبعا نذكر مشاهدينا بجوائزنا الفورية اللي هي كروت الرصيد، وأيضا جوائزنا الأسبوعية اللي اليوم حيتم في نهاية الحلقة أو في أي فقرة من فقرات الحلقة بشكل عشوائي السحب على هاتف سامسونج S21، بالإضافة للجوائز الكبرى اللي هي 3 آيفونات برو ماكس حيتم السحب عليهم من خلال الإجابة على سؤال السيرة العميرية. عمار شريك ناخذ فاصل سريع مع خنافس يلا.
that you don't understand that you suffer. Superstitions and the way. No, 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 no. And nothing more to say. Very superstitious, the devil on his way. I'm thinking about the payment. من جديد بعد الفاصل ونذكر مشاهدينا الكرام بمواقع التواصل الاجتماعي لقناة 218 عبر فيسبوك وإنستغرام تويتر يوتيوب وأخيرا تيك توك وأيضا بالبريد الإلكتروني لبرنامج سهرية سهرية @218tv.net. وصلنا لفقرة المطبخ واليوم أنا حنكون في المطبخ حندير حاجة هكي سريعة ولكن حلوة يعني حندير كريب بالشوكولاتة وكريب حلو فان شاء الله يعجبكم ويعجبك وسهلا ان شاء الله طباخ عمار شو جوك مع المطبخ؟ شو جوك مع المطبخ؟ مش هلبة مش هلبة شو جوك مع الاكل؟ ها؟ الاكل بصفة عامة الاكل بصفة عامة يعني احسن شيء ندير فيه اي بتحبي الاكل ولا حتى الاكل مش هلبة؟ لا والله مش وكالة هلبة يعني شنو اكثر حاجة تحبي تاكليها يعني؟ اكيد عندك شيء مفضل يعني المسقي شنو؟ المسقي حلو يعني كسكسي مسقي رز مسقي حلو بكل هو عمار الآن دخل لي المطبخ وحيدير لنا الشيء الخفيف اللذيذ اللي حكاه عليه في الوقت هذا حندردش شوية أنا وضيفتنا وسن وسن اسم وسن نحس فيه يعني مميز ومش دارج واجد يعني احكي لنا شن معناه والله هو شوفي معناه عادي جدا هو معناه النعاس جريت حتى انه يطلق على المرأة الرزينة يعني هو لا ما شفتش من قبل ما درتش على الرصينة الحكيمة يعني جريت هيك على معاني ديما يقولوا ان الانسان عنده نصيب من اسمه عندك نصيب من المرأة الرصينة الحكيمة هو على فكرة على سيرة الاسم هذا انا اسمي في الاوراق نصيب اسمي في الاوراق نصيب نصيب ووسن اسمك الفني حتى يعني مش خاطر الفني يعني عائلتي الناس كلها تنادي علي وسن طيب الاثنين حلوين شو رايك نكملوا دردشتنا عند عمار عمار مبتسم وفرحان حيدير لنا اليوم كريب يلا هو طبعا ما فيش حد يعرف يدير كريب يعني تحشم حتى نشرح للناس نقول لهم والله يديروا العجينه تحطوا انا ما نعرفش اشرح لي والله والله باي اوكي حنشرح لك على السريع عجينة الكريب سهلة هلبة حتحطي كوب حليب ثلاثة معالق دقيق أو طحين زوز دحيات أو عظام بالتونسي وشوية زيت ونحركوهم بالمضرب الكهربائي أو المضرب العادي وبشن حتزينة سكر ناعم عندي سكر ناعم ما تكثرش عمار سكر لو سمحت ليش؟ ما نكرش في الأشياء الحلوة أوكي مش حنكثر ما تخافيش طيب طيب
باهي شنو تعرفي طيبي وسن؟ اكيد حاجات بسيطه هيك لما تجوعي شنو تديري؟ تخشي تاكلي ولا تطلبي من مطعم ولا شنو؟ لا والله هي كان نجوع اكيد اكيد كلنا نطول. حلو حلو، باهي شنو تحبي تطلبي مثلا؟ شنو تحبي تاكلي؟ والله اكثر شيء نحب ناكله السكلب. ايه السكلب حاجات الدجاج يعني بالزبط. عندك حب للدجاج اكثر. طيب وسن كلمات اغنيتك هذا الدنيا لا لا ان شاء الله خير وجربتهاش كامل. اغنيتك لما نسيت كانت من كلمات رنا سالم وحققت نجاح ما شاء الله، وزي ما قلت لك ان هي لقت انتشار واسع الحمد لله. كلمات الاغنيه الجديده من كتبها لك؟ وهل حتتعاوني مره ثانيه مع رنا سالم؟ اكيد. حلو حلو جميل. اكيد بالعكس، رنا نشوف فيها سبب من اسباب النجاح نتاعي، يعني هي مش رايي بالنسبه لي انا، ماهيش كاتبه الاغنيه بس يعني لا بالعكس هي تربطني بها على قويه هلبة. طيب جميل بك العمار، وين واصل؟ حنحطها وسكر وشويه ملح وسكر ساعدك؟ ملح. لا تمام سهله هو هدرزوا علي بس. طيب يلا. طيب شنو في مثلا مفكرة انه مثلا في المستقبل تديري مشروع ألبوم او حتى اغاني سنجل، يعني حتستمري على الموضوع الاغاني السنجل؟ اكيد. هو تو اغاني السنجل اكثر صح؟ دار حتى اللي جهز البوم يبدا ينزل فيه بالاغنية. قصة الالبومات وهيك هذه كانت قبل تنجح، يعني ينزلوا البوم كامل ينجح، لكن تو ما نشوفش في نجاح الالبومات، ما نعرفش. طيب لما مثلا تعرض عليك اغنيه او كلمات اغنيه، شنو الشيء اللي يجذبك في العمل؟ هل اللحن، الكلمات، القصه، شنو بالضبط؟ على ايش تختاري في عملك الفني يعني؟ والله شوفي، هو العمل الاول كان كتبتها هي، يعني مكتبه الاغنيه هي على فكره راي كانت مغنيتها ومنزلتها. كانت منزلتها فوقتها شهر، فأنا شفت الأغنية عجبتني فخشيت كلمتها وقلت لها يعني أنا نبي الأغنية لو ممكن، ونبي نعاود نغنيها بس فهمتي. وقلت لها يعني لو تقدري تمسحيها فهمتي. بالضبط. لكن الثانية زي ما تقولي أنا اللي اخترت الموضوع، القصة والموضوع وكذا. أنا اخترت الموضوع والقصة وحتى البيت يعني اخترته أنا. وعطيتيها يعني انت على ايش حابه تغني مثلا؟ بالضبط. لكن بسم الله ما شاء الله حتى هي يدياتها تبارك الرحمن، اكيد نوجه لها تحيه. انا سالم اكيد. وراسمه خطه فنيه في بالك؟ يعني مثلا اي فنان مثلا اول ما ينطلق يدير خطه فنيه، مثلا بيتميز مثلا باللون العاطفي هدايا مثلا، او مثلا بيكون منوم، ما نعرفش. يعني نحس في كل فنان زي التيم اللي روحها، يعني لون معين في الفن وحتى في الصوره في كل شيء، فانت مخططه لكل شيء مثلا؟ شوف، هو راهو في فنانين ما يقدروش يغنوا اي شيء، فهمت عليا؟ بس انا نشوف روحي اني نقدر نغني اي لون. يعني نقدر نغني طرب، نقدر نغني اللون اللي شفتوني به، يعني له طرب له راب، فهمتي؟ فلكن في فنانين لا ما يقدروش. شنو الاقرب لقلبك؟ شنو هو النوع اللي قريب منك، قريب من شخصيتك، استمتعي تحسي روحك انت وانت تغني فيه يعني؟ والله تبي الحق نشوف اللون اللي خشيت به. حلو. منه يعني من قبل ما نغنيش بيره نغني طرب، فهمتي؟ ولكن اللون هذا عاجبني، حسيته مشى معي اكثر، فهمتي؟ ومن النجوم الشباب اللي موجودين في الساحه حابه تغني معاه او تشوفي في ستايلك يمشي مع ستايله مثلا؟ شباب او بنات يعني، حتى عربيا مثلا قريبين منك، قريبين من شخصيتك؟ حتى التوانسه مثلا بحكم انه قريبين منا والستايل تاعهم. باهي، شن اقرب اغنيه اللي كيف نقولها لك، شن هي الاغنيه اللي توصف حياتك مثلا، تعبر عنك مثلا؟ لو انا تساليني نقول لك انه مثلا نحس بان اغنيه حمائي بتاع صور، لو تعرفيها، نحس ان هي قريبه مني. الالبوم اللي فات مش الالبوم. تعبر عني هيك، تعبر عن حياتي. شن هي الاغنيه انت تعبر عن حياتك؟ شوفي، هي اغنيه مغربيه، حتى هي اللي رابر مغربي اسمها الحر. خلوا دموعي راكد اسمها، ما نعرفهاش. لا حلوه. لا حلو. جميل، اغنيه حلوه عاد.
حنسأل الناس على التطبيقات اللي تخص الأكل اللي دي ما يخلوا فيها في تليفوناتهم. في تطبيقات طبعاً ما نعرفش، هيكون في استطلاع للرأي بعد شوية. ألا تستخدمي تطبيقات في الأكل؟ تطبيقات في الأكل؟ يعني لا، ممكن نخش على يوتيوب، على إنستغرام، متابعة ناس متعين أكل. كلم أمي. يعني في الأغلب ماما تعين أكل الدش. أفضل. خلينا نشوف الاستطلاع هذا. هي أسهل. هي أسهل حاجة. أكثر وحدة آمنة. ما تكترش المقادير الأم. دقيقة كثير. من المطبخ صح. أمك جبالك من الأسهل. ولو أفتح الكاميرا وريني تراكي في درت وهيك وهيك. يلا نشوف الاستطلاع. تطبيق ختمة. ختمة انت القرآن الكريم. يكون الفيس أكثر حاجة، وأي شيء يركزوا عليه الناس في التواصل الاجتماعي، ماسنجر، إنستغرام، الواتساب، فالأكثرية الأكثرية الفيس. فيسبوك، لأنه كل شيء فيه، موجود فيه القرآن، موجود فيه الأخبار، وموجود فيه يعني أي شيء يكبيه خاطرك فيه تلقاه موجود. المؤذن، المؤذن نشوفوا به الأوقات الصلوات. فيسبوك ايه، النهاية البرامج قصدي استعملوا فيها على التواصل الاجتماعي. ما فيش حد راه بيقول لك لا قرآن لا مؤذن، ما فيش منها دوا. كل الفيسبوك، كل الانستغرام، وشوف كل الحاجات اللي متصلة بالانترنت. الأغلب بيكون الانستغرام لأن فيه حاجات ترفيهية هيك، والفيس نحسها ثقيلة شوي، بيكون الانستغرام. والله لو كان إنه هو تطبيق واحد يكون في الجهاز راح نختار الوحدة الموبايل. تطبيق هذا شنو بيكون؟ شيء وقداش بنقسموه؟ هان والله، هان والله، هان الشيء طبيعي بيكون ناقص. ضروري تطبيقات واجد عندك زي الواتس، عندك زي الفايبر، عندك زي تويتر، يعني هذين يفتح لك مشاريع، لكن تطبيق واحد وبتقسم به ما هناك مستحيل بروح التليفون يستاك. راح يكون ناقص جدا، يعني الهاتف راح يكون يعني ما بيقدم يعني الافضل كمعلومات، يعني كتصفح، يعني بيكون ناقص جدا. يعني يفضل انه يعني نستبدل او نشري واحد جديد، لانه يعني العمل به راح يكون محدود يعني في الهاتف هذا. يعني ضروري يكون التليفون يحمل تطبيقات عده بحيث يستفاد اكثر يعني من الهاتف. رجعنا من بعد الفاصل ونشوفوا عمار وين وصل. عمار وين وصل؟ الله يتوب. بنبدأ نحط الفن كله هنا عمار. لا فن إن شاء الله خير. أنا لازم تركز. لازم تجي حاجة باهية إن شاء الله. إن شاء الله. على بينا عمار كمل طبقته لليوم، حننتقل أنا وضيفتي للاستوديو عشان نلعبوا لعبة مع خنافس. يلا. وسن نحن توا حنلعبوا لعبة هي خنافس حيعزفوا أغنية وأنا وياكي من خلال اللحن حنعرفوا شنو هي الأغنية. حتى أنا حنلعب على فكرة. تمام. نلعب معكم. هاي. أنت خليك ديرك رهب. ولا شو رأيك قبل ما نبدو يعني في الأغاني وكذا نسمع صوتك أنت وأغنيتك أنت، شن رأيك؟ والله عادي زي ما تحب. طيب مشكلة. نبدو بك أنت عشان البدايات تكون حلوة. أنت عينك الحلوة. Tag. قالوا لي أنسي الماضي والمكتوب بهرضي. يا منسة اللي خانوني نكر العشرة وانسوني من العشرة ومكروني في الغريق يحبوا يشوفوني ولا منسيت لما نادي في الضيق ما سمعوني أول ما يقصدوني روحي فداهم قلبي وعيوني. هي حكايتي هلبة طويلة مش عارفة من وين بنبدأ من القهر ما عندي حيلة ندوي عليهم ونتشكى في ليلة دموع عسلة كتر الدمع على مخدة من صغري همومي تقيلة منها أمتى بنفتكة ظنيت يكونوا معايا يكونوا سندي ودوايا يكونوا الفرح في بكايا قيموا عليا في شقايا علش هيك الناس نسايا يجوك لما فيك الغاية همي كان نراضيهم سيت روحي ونسيت رضايا. قالي موت لزعلك يفكر هو اللي
أغلاطي هم زادوني، غليت اللي رخي السومة، وطيت اللي غلوني، مش عارف على شو سنجاني. خلوني نعبر، خلوني اللي حبيته وغالي كان ولا ماضي في زمان، ما توقعته يرخي بقلبي وهو اللي قلبي ما صان. الوجه التاني عنده بان، كان فيه السيادان عادي زين علي لمن وزي غيره حل النسيان. قلبي منساهم قاعد حزين، غطوهم بتراب متين، ما قعد منهم غير صورهم وعليهم تبكي العين. يا ريت يجون تغمرهم ينسوني ما ضقت الويل، تدمع عيني نتفكرهم قدش يا قلبي شايل شيل. ليش يا موت قولي ليش خديتي الغالي تطلع صحبة معايا واني حية مجاني واحد في اللي في غيابي عابد وجودي يا ما عافت. بعد ما نمشي من هالدنيا نبدأ اللي أحسن صاحة. قالوا لي أنسي الماضي والمكتوب بيهرضي اللي خانوني راهم كرهوني، حبوا يشوفوني لما ناديت جي منا الغدا. وسن دائما لما العمل الفني يعني يلقى نجاح كبير ويحظى باهتمام الناس اللي تسمع وكذا، على قد ما هو شيء إيجابي وشيء كويس وشيء جميل، على قد ما يحط مسؤولية على الفنان إنه هو لما بيقدم عمل مرة أخرى لازم يكون في نفس المستوى العمل الأول يا يكون أفضل منه. أنت شن تشوفي الموضوع هذا؟ وهل نجاح أغنيتك هذه يعني يعتبر دافع لك يعني إنك أنت تعطي أفضل؟ أكيد أكيد هو دافع كبير إنه مش يعطيني الأفضل، فهمتي؟ صح، هما في من اللي خاف، فهمتي؟ يقول لك حياك انا ندير الثاني ما نجحش زي الاولى او شيء زي هيك. فبالعكس انا ما جانيش الخوف هذا حتى 1% ما جانيش الحمد لله. بالعكس قعدت مركزه في العمل الثاني اكثر، يعني الاغنيه من لما سكرت المليون خلاص ما عادش دورتها، فهمتي؟ فقعدت مركزه في العمل الثاني، يعني مركزه بادق تفاصيلها، لان الاول الحمد لله حقق نجاح وكل شيء، ولكن الامكانيات نتاعها كانت ضعيفه جدا، فهمتي؟ فلكن الثاني لا، قعدت نركز على الامكانيات تكون اقوى، فهمتي؟ وحتى يكون العمل اقوى، فهمتي؟ ومختلف. فبالعكس مثلا شو المختلف فيه مثلا؟ المختلف فيه ان مثلا تصويره هيكون احلى. وين حيتصور يعني؟ في ليبيا ولا تونس ولا وين؟ والله احتمالين هما، لعند الوقت ما زلت مقرره. ايه ما زال مقرر، يعني يا بيكون في مصر يا بيكون في تركيا. ولا نفضل انه يكون في تركيا، الاجواء احلى. بالضبط، اكيد اكيد. ولا اله محمد رسول الله، يعني كيف بيكون يعني حتى التسجيل بالعكس اللي يخدم على تقنيات احدث، اللي يخدم في الاغنيه يعني انسان شاطر هلبه، فهمتي؟ يعني مش زي الاولى. حلو، افضل باذن الله. قبل ما ننتقلوا للعبتنا الثانيه خلينا نشوفوا عمار شن صار عنده. بدي نطيب فيه في الكريب، نبدا نحط عليه الشوكولاته والعسل وهيك. حنلعبكم لعبه، وحنلعبوا لعبه مع بعض، وحتى خنافس حيشاركونا. حيطلعوا صور، الصور هادو يمثلوا اسم اغنيه، وبنحاول من خلال الصور هادو نعرف شو هي الاغنيه اللي في الشاشه، اوكي؟ تمام. يلا. غزاله رايقه. برافو الحاج، كل نعصفها. يلا. الناس الحلوة زيها يا سيدي يا جمال، وماله ضغط كتير عليه، ما تقرب مني حبة، لا لسه شوية حبة. طب وحياة المحبة ما دام جيت جنبي خلاص خليه. يلا نشوف الصورة اللي بعد. الأغنية الثانية بس
بس توا جاوبوش، خلونا خلو واحد بس خلو وسن مرة هذه. شوف جاتك في الوعرة. وبرضه نذكر مشاهدينا ان هم يشاركونا عبر الهاشتاج شنو الاغنية الجاية. هي هيك بس الاغنية، هي هيك، هي هيك بس خلاص كملت. لا تحدى العالم، لا مش هيك، لا مش هيك، غش معلش غش حتى ليه ما عرفتهاش. طيب نشوف المشاهدين شن قالوا. شوفوا شوفوا تويتر وفيسبوك بلكي الناس عرفتها. الارض يا ارضينا انت مخنافس مع لفي بينا يا دنيا. اه ممكن زعما يا دنيا شنو كنترول لفي بينا يا دنيا. قالت وصل لفي بينا يا دنيا. الكوكب مش هيك لكن تشوفي في 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 الأغنية هذه ستايلها يشبه الستايلك أو نفس النوع صح الموسيقي اللي هو الرومانسي. إيه هادي وخفيف كده. الأغنية اللي من بعدها فيها أم وطفل وفيها هيك زلة. صح. ست الحبايب. شنو عمار شنو تقول؟ حسيتها ست الحبايب. ما تخافيش يا أمي. نشوف شنو هي. ما تخافيش يا أمي. ما تخافيش يا أمي. ما تخافيش يا أمي. من الدنيا ليه؟ وصلت تسمعي في راب مصري؟ راب مصري؟ لا. ويجز. يلا نشوف الصورة اللي بعد. أنا وياكي ما عرفناش. نفس قالوا دارت الأيام صح؟ ما نعرفوهاش. صح ولا مش صح؟ نفس قالوا دارت الأيام. دارت الأيام. برافو نفس. أوكي نشوف الصورة اللي بعد. آخر أغنية هذه. آخر أغنية. قالوا الكنترول قال ترند وضاربة توا. ترند وضاربة. ترند وضاربة. عندها علاقة بالبنات. بنت لويه. أديوس. بنت لويه؟ لا. مش مستحيل. وسن قالت أديوس. لكن ما نتصورش لا. لأن الصورة ما تعبرش عليها. أديوس قالت لك. نشوف المشاهدين. امرأة شخصيتها قوية قال لكم. كنترول بنت الأوية. بنت الأوية. من سيطرة. 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 خليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا. للأسف ما عرفناهاش. حلوة وما عرفتش. لا أنا لو وسن ما عرفناش أي حاجة. خليني يا عمار نقرأ التعليقات على تويتر وفيسبوك عشان بعد شوية حنبدو السحب. على تويتر منال قالت مسيطرة، ماد الفن قالت مسيطرة، وجدان قالت مسيطرة، نور نفس القصة، هنادي، نرجس، البنات كلنا عرفانها. برضو حنقرأ تعليقات على فيسبوك. أوكي. نريد نذكر مشاهدينا ان اليوم هو يوم السحب على هاتف سامسونج اس 21، فلذلك اكثفوا التعليق عبر صفحاتنا على فيسبوك وعلى تويتر بهاشتاج سهرية. عمار وين وصلت؟ والله قاعدة ونطيب، قاعد نطيب فيهم ونلف فيهم. اللقطة الفنية شن صار فيها؟ طمني عليها. لا كويس، لا كويس. أنا خفت في الأول من الطاوة يكون مثلا يلصق فيها الكريم. بس لا جاي كويس حق. ها شوفي إن شاء الله. الله الله الله. مشاهدينا نحن ما زلنا مستمرين في فقراتنا وألعابنا ولكن بعد الفاصل. رجع
رجعنا لكم من بعد الفاصل عشان نستكملوا باقي فقراتنا وألعابنا لليوم. بما أن عمار في المطبخ وقريب يكمل أكلته وسن عندها شوي على الحاسة السادسة، شن تتوقعي أكلة عمار؟ هل حتكون لذيذة ولا شنو؟ أتوقع من المجهود هيك شن؟ من المجهود كان كالمجهود مفروض تطلع حلوة إن شاء الله. طبعا نحن شوي وحينضم لنا حتكون عندنا فقرة الرياضة لليوم مع زميل إسماعيل كمال. وأيضا خليني يعني نذكر المشاهدين بجائزة أو السحب الأسبوعي على جائزة سامسونج S21 المقدم من شركة البديل. خلينا توا ننتقلوا إلى الفقرة الرياضية مع إسماعيل. نبدأ في الفقرة الرياضية ونقول لإسماعيل مرحبا إسماعيل وصحة فطورك. صحة فطورك ألا وصحة فطورك عمار وضيفك الممتاز الفنانة وسل. الله يسلمك إسماعيل. الله يسلمك وصح سحوركم مقدما. سحور خلاص سحورنا تو نستنوا في عمار يسحرنا. عمار تو السحور على النار. إسماعيل أعطيني رأيك بس في السحور بتاع عمار لأن أنا بعيد عن الموضوع. أنت عارفني إن أنا دقيقة في التفاصيل هذينا، حنعطيكم التقييم الصحيح إن شاء الله. إسماعيل شنو مجهز لنا اليوم؟ ألا باعتبار أننا ديما في سهرية سبورت نتكلم على دوريات رمضان، وزي زميلنا إبراهيم الحوت يتكلم على الموضوع هو، والحلقة الأولى تكلمت على دوريات رمضان في طرابلس ومدن تانية. اليوم في دوري رمضاني تميز في الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة، لكن بفرق هلبة، فرق هلبة في بلدية العزيزية. مراسلنا وكاميرا 218 غطت الحدث هو اللي بدأ قبل يومين في بلدية العزيزية بمشاركة 16 فريق، منهم أسماء فرق معروفة زي الاتحاد والأهلي طرابلس، وحنتكلموا على الاتحاد والأهلي طرابلس في باقي الفقرة، لكن خلينا نشوفوا المتابعة الخاصة من مراسلنا وكاميرا 218 من بلدية العزيزية ونكملوا فقرتنا. يلا نشوف. تم اليوم انطلاق المباراة في مباراة افتتاحية كان في حضورها رئيس المجلس التسييري لبلدية العزية ومشايخ وأهالي المنطقة. يقام هذا الدوري على نظام مجموعتين، كل مجموعة أربع فرق، يترشح الأول والثاني من كل مجموعة. كما تعلمون منطقتنا كانت تمر بسنين من الحروب، اليوم الحمد لله اجتمعنا في هذا النشاط الرياضي الكبير. زي ما شفنا هذه المتابعة مع الزميل إسماعيل. إسماعيل أعطينا تفاصيل أكثر عليها. ألا البطولة هي انطلقت قبل يومين، حتستمر طيلة شهر رمضان الكريم. عارفين أن البطولات الرمضانية في كل المدن وكل الأحياء وكل الملاعب والساحات الرياضية، الفترة هي حتكون فترة تقدر تقولي نشطة جداً
بالأحداث الرياضية مش الكرة بس، حاليا حنشوفه أيضا متابعة تانية مش رياضة كرة القدم بس، لكن في باب العزيزية أو في تحديدا في مدينة العزيزية بلدية العزيزية. كان البطولة هي مميزة جدا، مشاركة 8 فرق، 8 فرق كانوا بدو البطولة بمباراة الأهلي والاتحاد. الأهلي فاز على الاتحاد 3-1. بمناسبة الأهلي والاتحاد، الأهلي والاتحاد بيتلاقوا في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم 17 أبريل ويوم 24 أبريل. إن شاء الله يتوفقوا الفريقين، إن شاء الله نتمنى مباراة متميزة مليئة بالروح الرياضية، لأن في ممثل من ليبيا حيكون بين 4 أفضل فرق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية اللي هي كأس الاتحاد الأفريقي. ممتاز، منافسة قوية يعني. أكيد منافسة قوية أفريقية لأول مرة في تاريخ الكرة الليبية. ألا نقدر نقول إن أهم بطولة بعد دوري أبطال أفريقيا على صعيد الأندية. المباراة هتلعب في بنغازي بالمصادفة، مش هيلعبوا في طرابلس، هيلعبوا في ملعب شهداء بنين. ألا طيب إسماعيل، خلينا نسأل ضيفتنا يعني شن علاقتها بالرياضة وبالكرة بصفة عامة، يعني مش بالكرة، بكل الرياضات. بكل الرياضات وبالخصوص الكرة، يعني بما أننا قاعدين نحكي على المناشط الرياضية لها علاقة بالكرة. والله شوفي، هو قال عندك السنة الأخيرة الحق ما عادش دورتها هلبة، فهمتي؟ بحكم شوية ظروفك، لكن ما عادش نتبع زي قبل في الكرة. ولكن أنا من مشجعين نادي الأهلي، أهم نادي الأهلي طرابلس. وبالنسبة للرياضة نحب أكثر شيء، أكثر شيء الجري. حلو رياضة الجري، هيك ترفه على النفس أكيد. شوية حلو. طيب إسماعيل، احكي لنا أكثر على المناشط الرمضانية يعني الرياضية. نقدر نقول ألا أن المناشط الرياضية الرمضانية بحكم ليبيا في الفترة هي خلال شهر رمضان ديما تتميز بالتفاصيل الرياضية، بالذات بعد الإفطار، يعني نقدر نقوله بعد العشاء ديما بطولات هلبة، وحتى في العصر، لكن بعد العشاء ديما في بطولات هلبة في طرابلس، في بنغازي، في أقوى الدوريات الرمضانية اللي طلعت نجوم على مستوى بطولة كرة الصالات، على المنتخب الوطني الأول. كل الساحات الشعبية بالمناسبة طلعت لاعبين بالمناسبة متميزين، لعبوا في المنتخب الوطني ولعبوا في الأهلي والاتحاد وكل الأندية الكبيرة اللي في ليبيا. تتفق معي إسماعيل ولا؟ بس عندي معلومة قبل، أن طارق الطيب كان يلعب في العياشي في طرابلس. بالضبط، لعب في العياشي طارق الطيب، وعدد كبير من اللاعبين، نتكلموا على أحمد المصلي في بنغازي، نتكلموا على أحمد سعد في بنغازي، نتكلموا على عديد اللاعبين، ربيع الحوتي لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسية اللي مثلوا المنتخب في كأس العالم لكرة الصالات في البرازيل وفي عدة بطولات أخرى. عدد كبير يا عمار، إن البطولة هي طلعت عديد اللاعبين. رمضان يعني إحنا نتكلموا إنها نشوفوا فيها إنها دوريات شعبية بس ودوريات محلية، لكن التطور يصير من النقطة هذه صراحة. إسماعيل، نحن موضوع حلقتنا عن الحاسة السادسة، خليني نربط لك شوية بالجانب الرياضي. عمرك يعني توقعت نتيجة مباراة وحسيت بالفوز لصالح فريق معين وفعلا يعني طلع احساسك وحاستك السادسه في محلها؟ بس بعدين يبدا تحليل رياضي، نحسه اكثر في حاسه السادسه. لا صح عمار، بالضبط، يقول لي تحليل رياضي، بيقول لي بعدين تفكر ان الفريق اللي انت تتوقع يفوز يمتلك عناصر قويه، عنده اكثر، عنده يلعب فرضه وبين جمهوره، ممكن زمان كانت اكثر، لكن في السنوات الاخيره لان الكوره بالذات تغيرت فيها المفاهيم وتغيرت فيها التفاصيل المعروفه، الفريق الكبير ممكن يخسر من قدام فريق صغير جدا عادي، وفريق صغير ممكن ياخذ كاس غالية وكأس كبيرة جدا عادي. يعني الموضوع هذا يا ألا، لكن في الموضوع الحاسة السادسة تصير لي ممكن حتى أكثر من الرياضة ومن الكرة. أحكي لنا طيب، شو المواقف اللي صارت لك في حياتك الخاصة؟ حياتي الخاصة ممكن تصير لي في توقعات يا عمار، في زمان أيامات القراية، امتحانات، الأسئلة كيف يعني، مش الأسئلة بالتفاصيل، يعني الأسئلة صعبة، الأسئلة سهلة، المنهج ممكن يجي منها الأسئلة هي، فنقرأ الأسئلة هي، يعني حاجة من تفاصيلها هي. ديما إسماعيل في كلمة كنت متوقع، كنت حاس، طيب ليش ما تحكي لناش؟ نقول ليش ما تحكي ليش نتوقع معاك أو نحس معاك يعني؟ فلا لا، حاسة السادسة دائما شغالة عند إسماعيل. طيب إسماعيل، شن مجهز لنا أخرى يعني في فقرة الرياضة اليوم؟ مازال نكمل فقرة جديدة من دوريات رمضان، وبعدها في مسابقة خفيفة تشارك فيها حتى الفنانة، ضيفتنا الفنانة وسن، حيكون سؤال سهل بس من غير ما تشوف النقالات، بس بالله عليكم. يلا أوكي. بس قبل ما نخش في المسابقة خلينا نتابعوا المتابعة هي من الزاوية، من دوري أو منشط الرياضي الكبير اللي كان فيه كرة القدم وكرة الطائرة، وأيضا دوري خاص بالشطرنج بمشاركة كبيرة جدا في مدينة الزاوية، ونكملوا بعدين في فقرتنا. يلا
تم اليوم افتتاح النشاط الرمضاني داخل بيت شباب الزاوية، العديد من الأنشطة مثل دوري كرة القدم ودوري كرة الطائرة ودوري تنس طاولة ودوري بطولة الشطرنج والأسئلة الثقافية العامة داخل البيت وخارج البيت، وأيضا مشاركة للدعم النفسي للأطفال. بإذن الله حيكون طيلة شهر رمضان المبارك. بعد عودة النشاط لبيت شباب الزاوية الذي كان متوقف من 5 سنوات، وبعودة قوية وبدعم كبير ومن الإدارة ومن حضرة الدكتور إيهاب الفرد واللجنة الإدارية، تم الاتفاق على تنظيم عدة أنشطة منها كرة الطائرة وكرة القدم والشطرنج وكرة الطاولة. زي ما شفنا هذه المناشط اللي لربما تخلي مشاعر وجو جميل بين الفريق وأفراد الفريق يا إسماعيل. فعلا لا، الدوري هو المنشط الرياضي الكبير في مدينة الزاوية، توقف لمدة 5 سنوات أو أكثر من 5 سنوات بشوية، فرصة أن يرجعوا منشط كبير زي هو بمشاركة عديد الرياضيين في كرة القدم وكرة الطائرة وأيضا رياضة الشطرنج اللي هي مهمة جدا عند شباب الفترة. اسماعيل حتى انت حسبناك في الكريب، بس الله غالب ما فيهاش كيف. اسماعيل تفضل. صعب شويه. حكيت لنا على لعبة. بنشوف الاء وبنشوف وسن وبنشوف حتى كل الفريق اللي معاكم، اكيد الطعم اللي حيعطوه لي اعتبره وصل لي عمار. شكرا اسماعيل. اسماعيل عندنا موضوع اخر حلقتنا اليوم حنحكوا عليه، هو انت مع او ضد ان العائلات او اولياء الامور يجسوا على موبايلات اطفالهم او حتى المراهقين، الاطفال المراهقين، مع او ضد؟ انا مش مع او ضد، انا مع فكره ما نقولوش تجسس، ممكن نقدر نقوله انه نوع من التربيه، نوع من خط معين بين الاب والام والعائله والطفل ولا الابن، يعني عرفتها، يعني في الاخير الفكره مش في فكره تجسس بس، يعني كان وصلت لمرحله تجسس لا ضد انا، لكن المرحله اول ما تكون لمرحله تربويه اكثر من انها تجسس انا مع عادي انه يدخله. وسن وانت؟ انا نشوف ان والله شوف شو بنقول لك، توا خلينا في المراهقين مع بصراحة. ايه هيكون مع، لأن لازم يتبعوا صغارهم يعني شنو يديروا، فهمت؟ لأن الوقت توا يخوف، سواء على النت وسواء على الواقع. بالعكس أنا مع حتى أن يطمنوا عليهم في مدارسهم، يكونوا حتى يتبعوا فيهم ويتبعوا حتى في أصحابهم مني وصغار مني، لأن توا وقت يخوف مش زي قبل أبدا. لا أنا مع بصراحة. توا أنا نشوف أن الموضوع أصلا لازم ينبنى على ثقة، الرقم واحد بين الأهل وبين خلينا نقول لك أنه توا للأسف في أطفال تحت من 15 سنة قاعدين يفتحوا في إنستغرام يوتيوب. بما أن الشيء هذا صار وقعد هيك الوقت مع أنه غلط، الموضوع هذا يكون منبني على ثقة بين الطرفين، وأنا مع أن تكون في
مش رقابة. انك انت تتجسس، انه يكون لا في رقابه على الموضوع، خصوصا اللي يعني الاطفال يعني اللي ما زالوا ما نضجوش اصلا يعني. انا نشوف الاطفال اللي دون سن المراهقه مع بالضبط، لكن المراهقين نحس فيها صعب جدا انك انت تراقبي كل شيء طبعا. والجيل الجديد ما نعرفش بس عنده هلبة طرق يقدر يدس عليك لو يبي يدس عليك. صح، وحفايتينا حتى فايتينا في الصح. اسماعيل حكيت لنا عن لعبه قبل شوي. في لعبه هي مسابقه بسيطه جدا، الاء بسيطه بالنسبه للي يتابعوا في الرياضه طبعا نتكلم انا، لكن انتم المفروض ما تجسسوش على نقالاتكم تو بالله عليكم. أوكي. اول حاجه مش حنجسس، يلا حطوا نقالاتكم على سيره التجسس، حتطلع على كلام التجسس تو حتطلع صوره على الشاشه، وممكن يشاركوا معاكم الشباب اللي معاكم كلهم فريق كامل. انا نعرفه. لا خلاص ما دام تعرفه خليك ساكت. باي خلاص حنسكت. هي صورة لاعب رياضي مشهور جدا في رياضة كرة السلة، نبغى نعرفه من اللاعب هو. بالنسبة لي أنا يا إسماعيل عندي معلومات رياضية واجدة وأسماء لاعبين رياضيين واجد، فالمعلومات متداخلة المعلومات توا مش قادر نقول لك بعدين. وسن كانت تابعة في الرياضة زي ما قالت، ممكن مر عليها اللاعب هو، هو أسطورة من أساطير كرة السلة. يسأل فيك على من أسطورة رقم واحد في كرة السلة تقريبا. لا بالضبط أكثر شهرة. لا برافو خنافس صح. مايكل جوردن صح؟ yes. مايكل جوردن بالضبط، هو شوفوا. افضل لاعبين كره السله على الفيسبوك هلبر، او قال لك ما قالوا لك مايكل جوردن. ما هو من الاول اللي قلت لكم ما تفتحوش النقالات. لا لا تو نقرأ بس في التعليقات، عرفتها من البدايه. فعلا هو مايكل جوردن يا عمار. مايكل جوردن اوكي، هو اكثر لاعبين امريكا متوجين بدوري الام بي اي، واحد من افضل لاعبين على الاطلاق حاليا. شركه نايكي سبورت اللي معروفه لانتاج الاحذيه والمستلزمات الرياضيه عندهم حذاء خاص مسمينه جوردن، معروف يا عمار ممكن تكون مر عليك الحذاء هذا، واحد من اغلى الاحذيه على الاطلاق، بلاعب كبير واسطوره رياضيه معروفه في عالم كره السله. بالضبط ماركة براند نتاع احذيه رياضيه والعاليه فعلا. تعتبر هي عاليه وغاليه البراندات وقت اسعارها عاليه جدا. بالضبط. في صوره ثانيه ولا خلاص؟ لا هي صوره واحده نبدا فيها اليوم مسابقتنا. معطينا جرعه اليوم اسماعيل. قلنا اكثر من صوره اسماعيل المره الجايه، اقل حاجه ثلاثه. الجايه اكثر من صوره وحتكون اصعب شويه. اوكي شكرا اسماعيل وصح سحورك مقدما. نورين كلكم جميعا وصح سحوركم مقدما. شكرا شكرا مع السلامه. ناخذ فاصل؟ يلا ناخذ فاصل وبعدها نرجع. يلا. قولوا عن حالة قلبي واحكوا لقلبي متولع من زولة، وان شاء الله نولي نصيبة هي غريبة هي غريبة هي غريبة 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 يا وكيف انساني غريبة يا وكيف انساني غريبة وانا في قليبة صعيبة عجيبه.
وصلنا لاخر بارت. اهلا بكم من جديد. طبعا اكله عمار وصلت وكليناها قضينا عليها تقريبا كلنا وشوي وحنقيموها، بس قبل ما نقيموا اكله عمار حابه نقول ان انا شويه وحنسحب على تويتر على جائزة فورية واللي هي الرصيد، فلذلك كتبوا التعليق بهاشتاج على موضوع حلقتنا اليوم ويلا نقيموا أكلة عمار. قولي لهم قداش شنو تتوقعوا الأكلة يعني قداش الناس؟ كانوا تتوقعوا أكلة عمار من واحد لخمسة قداش تعطوها؟ أنا تبسي كملتها بصراحة. صح صح أنا كملت. خنافس كملتوها؟ كملناها. نينا قداش؟ 2 ولا 20؟ 20 20 خلص أعرف سرهم يحبوا الحلو. خلاص تبين نديركم نوتيلا هذا السر. انا بصراحه 5 5. وانت وسن؟ اكيد 5. خمسات ايام الخمسات. حنشوف بعدين كده تعليقات الناس بخصوص الموضوع. حنسحبه بعد شوي على تويتر وايضا على فيسبوك. في قسمنا الاخير حيكون ايضا الجائزه اللي هي سامسونج بخصوص مسلسل السيره العامريه مع علاقه تاريخ 24 ديسمبر 1951 بعائله بن عامر. الاجابه حنطرحوها بعد شويه وحنسحبه من الفيسبوك. طيب خليني تو انا نقرا تعليقات تويتر يلا ونشوفوا من اللي حيربح معنا رصيد قبل الجائزه الكبرى. يلا حنمشي تو لتويتر حنشوف من آخر حد علق. نقرأ من فيسبوك؟ آخر حد علق على تويتر أحمد التومي، حنبعث لك توا، قال صحتين مقدما، الواضح كريب لذيذ وبالعافية، أفضل قناة وأفضل برنامج في نظري. شكرا شكرا لك. توا حنبعث له. طيب أنا حنقرأ من فيسبوك مدام أنت تبعتي له الرصيد. طيب. عسولة تقول يا رب من نصيبي. ويسا تقول بنورين زهرة الحياة يا رب. أم فلة تقول أحلى كريب. صحتين من ويسا. ريان تقول إن شاء الله نفوز. في عندنا أيضا فرح تقول يا رب يكون من نصيبي. لولا تقول يا رب. كلهم يدعوا حق كل والله بودنا نربحوا كل الناس، ولكن احنا عندنا 30 يوم ومجموعة من الجوائز. إن شاء الله في 30 يوم هادو أغلب الناس اللي ديما تشارك معنا تحصل على جائزة. وسن احكي لنا عن خطتك المستقبليه في المجال الفني. تو نبو حاجه جديده تو. اخبار جديده يعني شنو بيكون في تو في قريب من خلال حاجه حصريه؟ يعني غششينا. لا انت قلتي لي بكري انه في عمل جديد حينزل الفتره الجايه. ايه فهذا متوقع بحكم نجاح العمل الاول. انه في عمل ثاني نبو حاجه حصريه لنحن يعني للبرنامج مثلا، حاجه ما سمع بها حد قبل هيك. هو الحق لتو ما زلت ما فيش. لا بصراحة يعني ما زلت متحفظة وسن. متحفظة وسن. لا والله ما زال ما فيش. احنا نتمنى لك كل التوفيق. احنا فرحانين ان في وجه نسائي في الفن جديد وطلع بقوة وفخورين بيك، وحكيت حنكونوا دائما داعمين ليك ان شاء الله يا رب. ان شاء الله لو عندك اي شكر او اي رسالة حابة تقوليها للناس الهواء ليك. اكيد نحب نشكر متابعيني اكيد وجمهوري، وان شاء الله ربي يحفظهم، وانا اكيد بهم هم ننجح ونزيد نقوى، وربي يحفظكم. ونبي اكيد نوجه تحية لرنا سالم كاتبة الاغنية. بس جميل جميل بكر ليهم وموفقه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نوجه تحيه لكم اكيد ولفريق العمل وليش اسمه خنافس. نريد نذكروا مشاهدينا الكرام ان بعد شويه حيتم السحب على الجائزه الاسبوعيه واللي هي هاتف سامسونج اس 21 المقدم من شركه البديل، والاجابه حتكون على سؤال خاص بمسلسل السيره العامريه. بعد شويه حنبدو السحب عليه. عمار اكيد حنقرا اخر تعليقات على السريع مش منزعلوا حد اليوم هلبة التعليقات تقريبا. نجوحه وسن حصريا قالوا ما بدش تقولنا حصري. وسام ربي يوفقكم. رواسي منورين. محمد يقول يا رب يا رب. كلها تدعي ان شاء الله نفوز. اسراء بعت الدعاء. يلا ناخذ السحب. يلا ناخذ طبعا السحب. بنوه ان شركه البديل هي الراعي لهذه الفقره لمقدمه جهاز سامسونج اس 21 مقدم من شركة البديل. وسنعطيهم الكيو يعني قولي لهم. أبدو أيمن حكيم يعقوب تقريبا الاسم مكتوب بطريقة بخط مختلف. ألف مبروك.
ألف مبروك يا حلبان. الأسماء اللي جاوبت صح هم تقريباً 457 اسم، ما شاء الله هذول اللي جاوبوا صح على الفيسبوك. الإجابة الصحيحة هي تاريخ 24 ديسمبر عام 1951 هو يوم وصول العائلة لطرابلس اللي هي عائلة بن عامر للسيرة العامرية. ألف مبروك. الجهاز حيكون في كل أسبوع صح؟ أكيد حتكون هذه هي الجوائز الأسبوعية، كل نهاية أسبوع عمار حيتم السحب عن هذه الجائزة بشكل زي ما شفنا بشكل آلي يعني. بكل تأكيد وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من السهرية، شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا لك وسن أضفتي لحلقتنا ولبرنامجنا. أضفتي إضافتي إضافة جميلة للبرنامج. شكرا، الله يبارك فيك وتشرفت فيكم أكيد. وحني أكثر، شكرا لك. مشاهدينا نحن وصلنا لختام حلقة سهرية لهذا اليوم، نتمنى أن هي نالت إعجابكم وسنورتينا وزي ما قال زميلي عمار أضفتي للبرنامج، ونحب نقول لك أن نحن فخورين بك كونك جديدة على الساحة، وإن شاء الله حتكوني فنانة صاعدة ودائما حنكون داعمين لأعمالك ولكل ما هو مميز. تصبحوا على خير. مع إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعور الشوق، إذا أنت فليتي يعني انخرب بيتي شو بعمل بحالي مش معروف، إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعور الشوق، يعني نخرب بيتي شو بعمل بحالي مش معروف، انتي تلقي لقلبي ليه بطرحي جواته، كل منك بيعيش كل مبتدي حياته، انتي تلقي لقلبي ليه بطرحي جواته، كل منك بيعيش كل مبتدي إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف، وإذا أنت فليتي يعني انخرب بيتي شو بعمل بحالي وأنا جنبها مش مأمور، هالبنت القوية شو غيرت فيي لهفتها وخوف علي مش معروف، يا ويلي من حبها سكر عالم ربها إحساسي وأنا جنبها مش مأمور، هالبنت القوية شو غيرت فيي لهفتها وخوف علي يا الحبيبي يعني الخرب بيتي شو بعمل